بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله تبارك الله، طوف بنا أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد المجيد في هذه المسيرة الرائعة جدا حول شخصية شيخ من كبار علماء التربية في العصر الحديث، و أنار الكثير من جوانب شخصيته من خلال معايشته له لعشر سنوات، ومن خلال قرب منه قد لامس منه تواضعه وحبه ولامس الكثير. وإنني ألخص بعض ما قال من خلال أبيات من الشعر لشيخنا الشيخ أحمد عز الدين رحمة الله عليه، حيث يقول: معاني الحب يجلوها نشيدي، وتجري سابحات في وريدي، وما أهوى الغواني فاتنات، ولا أقضي الزمان بوصف غيدي، ولكن حب طه خير هاد، قد امتلك القوافي من قصيدي، فإن أمدح علاه في قريض، أردد صادق الحب الأكيد، فإن الحب أصدقه مقالا إذا أدى إلى نهج سديدي. هذه الأبيات تلخص لنا الكثير مما أشار إليه نثرا الأستاذ عبد المجيد عن شخصية هذا الشيخ الهمام، الشيخ المبدع، الشيخ العجيب. مداخلتي إليكم أولا معرفتي بالشيخ أحمد البيانوني رحمة الله عليه. عرفته ورأيته مرة واحدة في عمري وأنا طفل صغير، ربما في الخامسة أو السابعة من عمري، هكذا دون العشر سنوات، رأيته صغيرا في مدينة قطنة، كان يزور ابنته ويزور صهره الشيخ حامد غريب رحمة الله عليه. والشيخ حامد غريب كان يسكن مع أخي الشيخ فواز أبو مطيع، كان يسكنان في غرفتين في شقة واحدة. وهذا أيضا فيه شيء تربوي عجيب جدا، حيث إن هاتين الأسرتين يعيشان في بيت واحد، وضمن تربية ومنهج تلقوه عن الشيخ أحمد. فرأيته وأنا صغير، ورأيت الأدب العجيب عند أخي الشيخ أبو مطيع وعند الشيخ حامد غريب في استقبال هذا الشيخ وفي محبته. وشيخ قادم من حلب وطويل القامة بلحية وضاءة ويتوضأ، ورأيته هكذا وهو قد شمر عن ذراعيه ليتوضأ، فترك في نفسي بصمة. ثم بعد ذلك عندما كبرت ووعيت بعض الشيء، وصار عمري تقريبا 13 سنة، وكان يتولاني شيخي الشيخ أبو مطيع، وقد تربى وتتلمذ على الشيخ أحمد البيانوني، فقال لي: الآن أريدك أن تأتي بدفتر وأملي عليك يعني خلاصة الإسلام، خلاصة الدين، خلاصة العهد. فإذا به يملي علي من رسالة سبيل الهدى والعمل، وأنا عمري 13 سنة، فأنا أكتب وهو يملي علي ما تلقاه عن شيخه الشيخ أحمد عز الدين البيانوني. وهكذا دخلت كلمات سبيل الهدى والعمل التي أشار إليها قبل قليل الأستاذ عبد المجيد، وعددها 386 فقرة، دخلت في دماغي وحياتي ومنهجي، وأصبحت منهجا لحياتنا. وسبحان الله، عشقت هذا الشيخ وقرأت كتبه وقرأت أشعاره، وأشعاره يعني رائعة جدا وجميلة جدا. لعلي أختم يعني ببعض أشعاره هذه المداخلة، قد أوجد بعضها في نهاية كتاب مجموعة العبادات، مجموعة أحكام العبادات على المذهب الحنفي، وأصل مذهب الشيخ شافعي، ولكنه لما كان في حلب ورأى الانتشار المذهب الحنفي درس المذهب الحنفي وكتب فيه، كما أنه كتب في المذهب الشافعي، ولكن كتابه في المذهب الشافعي لم يطبع على ما أعتقد، إنما طبع كتابه في الفقه الحنفي، وكان كتابا سلسا جميلا جدا. أنصح جميع الإخوة الذين يريدون الفقه المذهبي، والذين يريدون أن يأخذوا كتابا مبتدئا في الفقه الحنفي، أن يأخذوا مجموعة العبادات، وهو كتاب نفيس جدا. في آخر مجموعة العبادات يوجد عدد من الأشعار سماه الحجازيات، وهو من رقيقي وجميلي وبديع الشعر، وكنت أصطحبه معي دوما في الحج وفي أرض مزدلفة، دوما أقرأ هذه الأبيات، وكنت حريصا أيضا على أن أتلقى هذه الأبيات عمن تلقاها عن الشيخ أحمد. وإذا بي
من خلال مصاهرتي لأسرتي الشيخ أحمد، فزوجته الحاجة أم النصر رحمها الله تعالى تكون جدة زوجتي. فأول ما تعرفت على هذه الأسرة كنت حريصا جدا على أن أتعرف على الشيخ من خلال أسرته، من خلال بيته الداخلي. فكثيرا ما كنت أجلس إلى الحاجة أم النصر وأقرأ عليها هذه الأبيات، وإذا بها تحفظها عن ظهر قلب، كلما قرأت قصيدة تقول نعم هذه أنشدها لنا الشيخ وقرأها علينا وأحفظها من فمه، وتكمل بقية القصيدة حفظا. قلت يا سبحان الله، إذن هناك شيء عظيم. الحب ليس مجرد يعني هكذا ترداد، عندما تحب شخصا تحفظ أقواله وتحفظ كلماته وتحفظ أشعاره، فهي كانت تحفظ الكثير من أشعاره وتحفظ الكثير من أخلاقه وآدابه وقصصه وحكاياته وسلوكياته في البيت. فما من مرة حقيقة كنت أجلس إلا وأمسك القلم والورقة تارة، أو أسجل تارة الكلام الذي يدور، وأطلب منها تفاصيل الحياة التربوية البيتية. نحن قرأنا عن الشيخ كثيرا وقرأنا كتبه، لكن في البيت كيف كان؟ والله قالت كلمة، قالت كنا في جنة، وكنت أردد هذه العبارة، إذا الجنة هيك أنا رضيانة بالجنة. يا ربي إذا الجنة هيك بهذا السرور وبهذا الحبور وبهذه السعادة فأنا رضيانة بالجنة. إذن أي حياة كانت تعيشها تلك السنوات في آخر عمر الشيخ سبحان الله. فتعلمت من الشيخ وتأثرت به في عدة أمور، منها الحجاب. وكان الشيخ يتميز بالحجاب تميزا على سائر الجماعات الإسلامية أو على سائر الاتجاهات الإسلامية. فكان لزوجته حجاب خاص جدا قد صممته بناء على رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كل مواصفات الحجاب السابغ، حتى انتشرت باسم الملاءة البيانونية، وسبحان الله انتشرت من حلب إلى دمشق، وكانت أسرتنا بفضل الله هي أول من نشرها في بلاد الشام في دمشق يعني على وجه الخصوص، والحمد لله ولازلنا متمسكين إلى حد كبير بهذا الحجاب، ودخل في دمنا ولحمنا وكل ذرات جسمنا. من الأشياء التي أيضا يعني وجدنا لها بصمة جميلة جدا وهي قيام الليل. قيام الليل سنة، لكن الشيخ أحمد كما سمعتم من منهجه أنه لا يفرق بين السنة والفرض، فيقول إن التربية الصحيحة هي تربية الصحابة. تربية الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون الإسلام والدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ككل، ولا يقسمونه إلى فرض وسنة ومستحب ومندوب، هذه تقسيمات الفقهاء، وقل على عيني وعلى رأس تقسيمات الفقهاء، ولكن في السلوك والعمل كانوا يحافظون على صلاة الضحى ويحافظون على قيام الليل كما يحافظون على صلاة الفجر. فإذا فات أحدهم صلاة ليلة في قيام الليل عد نفسه من الخسارة بمكان. فمن عايش الشيخ قالوا لنا لا نعرف أنه فاته يوم في صلاة التهجد، وعالبت ذلك من خلال أيضا أهله ومن خلال زوجه أم النصر. قالت أبدا، قيام الليل هذا قبل الفجر بنصف ساعة كان أمرا يعني كأنه صلاة الفجر يعني. وورثنا والحمد لله هذا الأمر، وشهدته بعيني سنوات طويلة من خلال بناتها ومن خلال حفيداتها، والحمد لله لا زال ساريا في هذه الأسرة عند من طبق هذه الأمور. فيا إخواني الأحبة، يا من سمعتم هذا الكلام الطيب، خذوا فائدة ولو واحدة من سيرة هذا الشيخ، أنه كان حريصا على الحجاب، كان حريصا على قيام الليل، كان حريصا على الأخذ بالعزائم، كان يأخذ بالعزائم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسير على طريقه في هذا. وكان عنده شيء آخر جميل جدا، حريص على تكنية الأطفال الصغار منذ ولادتهم، وأيضا أنا ورثت هذا عنه. فمثلا يأتيه الطفل فيسميه كذا، محمد، غياث، أبو النصر، ويكنيه كنية، والبنات أيضا يكني البنت باسمها وأم كذا. وهكذا سرت على هذه الطريقة في أولادي وأجد لها لذة يعني جميلة جدا. الوقت قصير المتاح لي، ولكن اسمحوا لي أذكر لكم يعني قصة حدثني بها شيخنا الشيخ محمود ميرا، وهو من تلاميذ الشيخ ومن محبيه وممن حج معه أكثر من مرة وممن تأثر بمنهجه وطريقته. قال لنا الشيخ محمود ميرا، حججت مع الشيخ أحمد عز الدين ذات سنة،
وفي الحج مرضت مرضا شديدا بالحمى حتى أقعدني المرض واشتدت الحرارة علي، فكان هو طبيبي الخاص وكان هو ممرضي الخاص، وكان يرعاني رعاية عجيبة جدا أكثر من رعاية الوالدي لولده. ثم لما اشتدت بي الحرارة جدا ولم أستطع أن أتحرك من مكاني، قال لي لا بد أن نذهب إلى المستشفى، فأخذني وحملني غصبا عني على ظهره إلى المستشفى، وأنا أتردد وأقول لا يمكن أن يكون هذا يا شيخي، لا يمكن أن يكون هذا يا أستاذي. قال له مين الشيخ؟ عم تقول شيخي مين الشيخ، أنا ولا أنت؟ قال له أنا. قال له أنت شيخي أنت؟ قال له إذن أنا أميرك، أنا شيخك، إذن اسمع الكلمة، يعني هكذا بمداعبة قالها له. فحمله على ظهره وذهب به إلى المستشفى وطببه وأحضر له يعني الدواء وعالجه. فيذكر ذلك الشيخ محمود ميرا بدموع غزيرات وتأثر كبير جدا. الشيخ سبحان الله كان محبا صادقا، كان الحب يسير في ذرات جسمه، ترون ذلك من خلال أشعاره ومن خلال أناشيده ومن خلال الأناشيد التي لحنها كبار الملحنين، وكان ذا طرب ونغم ونشيد وله خبرة في المقامات والألحان والجلسات الجميلة الحلوة. يا سبحان الله، يعني قصيدة ها كعبة الحسن بدت في ثوبها المقصب، قصيدة الكعبة التي لحنها بكري الكردي، سبحان الله، يعني انتشرت انتشارا واسعا، وأناشيده أشعاره الكثيرة لحنت وتردد في الأماكن. من القصص التي يعني خطرت في بالي قصة مؤثرة جدا في أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. قال لنا، وأظن الرواية عن الشيخ أيضا الشيخ محمود ميرا وأيضا عن غيره، أنه في أحد الحجات حج معه شخص من الإزقرتية، يعني شخص بيسموه بحلب العقيد، يعني اللي له شوارب هيك مفتولة، وكان في الخمسينات والستينات الشوارب المفتولة هي لها معنى كبير جدا، فيعني إزقرت وعقيد وشبريت على جنبه. فحج معه شخص من هؤلاء العقدة، فطبعا الشيخ متمسك باللحية تمسكا عظيما جدا، ويرى وجوبها ويرى أهميتها ويرى توصية طلابه بها ويرى أنها من المفاصل التي هامة جدا في تربية الشباب. فانطلق به للحج وحج معه في رحلة الشيخ، وهناك عند المواجهة الشريفة كان هذا العقيد أبو الشوارب يقف أمام المواجهة الشريفة ويدعو الله عز وجل بخشوع، فإذا بالشيخ يأتي وراءه بدون أن ينتبه إليه ويقف خلفه ويقول آمين، والرجل يدعو ويقول الشيخ آمين آمين، يدعو بخشوع والشيخ يردد بخشوع وراء ذلك العقيد. فالتفت العقيد بطرف عينه فرأى الشيخ يؤمن على دعائه، فتحجب، مين أنا حتى الشيخ يؤمن على دعائي؟ فانتهى من الدعاء ثم اعتنق الشيخ وتأثر به تأثرا كبيرا جدا. فقال له الشيخ أتحب رسول الله؟ قال ومن لا يحب رسول الله؟ قال أتحبه من قلبك؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب هذه الشوارب المرتفعة التي بيوقف عليها الصخر كما يقال. قال له حاضر يا شيخ. فلما رجع إلى الفندق أتى بالمقص وقال يا شيخي والله ما بيقص شوارب غيرك، فناوله المقص. فالشيخ أخذ المقص ومد يده ليقص الشوارب اللي عمرها سنين ولها يعني مكانة، فبكى هذا الرجل، نزلت دموعه. فالشيخ تراجع إلى الوراء وقال له ما بالك؟ هل حدث الشيء؟ هل تغيرت رأيك؟ هل ترددت؟ قال لا والله يا شيخي، ولكن هالشوارب هدول كانت إذا أكبر إيد بحلب بتمتد عليها بتنكسر إيده، ولكن حبا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه لا يحب الشوارب بهذا الشكل فأنا أقصها طاعة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص له شاربيه، وعند ذلك بعض المشايخ وبعض الإخوة قالوا له يا شيخ قل له عن اللحية، يعني فرصة، هذه قلبه رقيق وقلبه كذا. فقال لهم التدرج، أولا التخلية ثم التحلية، إن شاء الله اللحية جاية. فلله دره على هذا التدرج وعلى هذا الذوق وعلى هذا هذه الأمور اللطيفة جدا. من الأشياء التي يعني تدل على شخصيته المرحة أنه كان صديقا للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، صداقة عظيمة جدا،
وعميقة جدا، وهو الذي دل طلابه، هذا أدب عظيم جدا في التربية يا إخوة، دل أحبابه وأولاده وأقرباءه وطلابه الخواص إلى درس الشيخ الفتاح أبو غدة، وقال لهم هذا أخي وصديقي وشيخي. وكانوا الشباب يحضرون درس الشيخ الفتاح أبو غدة بعد صلاة الجمعة، مجلس اسمه مجلس التفقه في الدين، وكان هذا المجلس مجلسا عميقا قويا، كأنه مؤتمر علمي وفقهي وتربوي وشيء عجيب، لأنه هذا الكلام تقريبا كان في الستينات. في الخمسينات والستينات أيها الإخوة كان هناك تحدي كبير جدا بين العلمانية المتمثلة في حزب البعث وما إلى ذلك وأتباعه، والشيوعية أيضا كان لهم فورة وثورة كبيرة جدا، وكان الإسلاميون أيضا يتحدونهم. فكان الإسلاميون على درجات، منهم الإسلامي القابع في مسجده والمتمسك ببعض يعني الأشياء الصوفية، وهذا خير إن شاء الله، ولكن لا يقارع الحجة بالحجة من خلال الأدلة والنقاشات والحوارات. وهناك فرقة من العلماء كانوا يقارعون الحجة بالحجة. فمن هؤلاء كان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه في درسه هذا يجيب إجابات في قمة الروعة، ويجيب إجابات تربوية للشباب. فسبحان الله، يعني عندما يعني في عام 1966 اعتقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لأنهم لا يريدون حق الأبلج بهذا الشكل يواجه الباطل بهذه القوة. فلما اعتقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أصبح الشباب كما يقول أكثر من راوي، وسمعتها من أكثر من شخص قال صرنا كالأيتام. فأتينا مجموعة من كبار المهتمين بالدعوة إلى الشيخ أحمد وقلنا يا شيخ نريد شيخا يجمعنا، نريد شيخا يناصحنا، نريد شيخا نأتم به، التحديات كبيرة جدا. فقال لهم والله أنا مثلكم أحتاج إلى شيخ، الفكرة جميلة جدا، ولكن أين الشيخ الذي نبحث عنه؟ فاعتذر، قالوا أنت الشيخ، أجمعنا أن تكون أنت الشيخ. ثم تكرر هذا الأمر أكثر من مرة حتى اضطر اضطرارا إلى أن يفتح درسا لهؤلاء هذه النخبة، ويبدأ معهم بدروس سبيل الهدى والعمل، هذه الرسالة الجميلة التي كتبها بخطه. وعلى ذكر بخطه، سامحوني أنا أطلت ربما أكثر من الوقت المتاح لي، لكن على ذكر بخطه، فلقد كان خطاطا مدهشا، وأكبر دليل على ذلك ما سمعته بأذني من خطاط المصحف الأستاذ عثمان طه الذي كتب مصحف المدينة، والذي يعتبر من أشهر خطاطي العالم اليوم، أنه قال إن من الشخصيات التي تأثرت بها في صغري هو الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني، فلقد تأثرت بخطه، خاصة خط الرقعة، وترك في نفسي بصمة خطية جميلة. أختم كلامي بأبيات رقيقة لابد أن تسمعوها من شعر الشيخ حتى يكون المجلس جميلا جدا، لتروا الحب الغامر في قلبه، ولتروا هذه الحياة الجميلة جدا. وهذه القصيدة مما سمعتها من يعني الحاج أم النصر أيضا، والشيخ أيضا له تسجيل لها في بعض تسجيلاته. يقول كم قضينا في حماكم من ليال تتسامى، وعشقنا فيه ربعا وقبابا وخياما، ونعمنا بوصال قد قضيناه غراما، فهدى منا قلوبا وشفى منا سقاما، وتلقينا المعاني لا نؤديها كلاما. يا الله، لا نؤدي المعاني كلاما، إنما نؤديها سلوكا وحبا وعملا وقيام ليل وتهجد وحجاب. نعم، كان لا يجعل الحب مجرد كلمات وأشعار. وتلقينا المعاني لا نؤديها كلاما، وشربنا من كؤوس الأنس جاما، ثم جاما من كؤوس مترعات أججت فينا أواما. الكؤوس عادة تبرد حر الأوام، ولكن هذه الكؤوس أججت الأوام عندنا. وشذاكم عن مطيبا فاق شيحا وخزاما، يا نجوم الليل غيبي واترك الكون ظلاما، ودعينا في هوانا نتهاوى نتراما، قد نهلنا الحب راحا وشربناه مداما، ما أحيلاه وصالا ليته والله داما. كم نعمنا في حماكم بأحاديث النداما، وهجرنا فيه نوما وشرابا وطعاما، كم رأيناكم مناما في ليالينا القداما، في جمال وابتسام فعشقنا الابتسامة، نتمنى لو قضينا هذه الدنيا مناما، كي نراكم في ليال فنقضيها هياما. شيء عجيب رحمة الله عليه.
يروى عن الشيخ أحمد البيانوني أنه كان كثير الرؤيا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك يعني ولده الشيخ، عفوا والده الشيخ عيسى البيانوني كان يفتخر، صاحب فتح المجيب في 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 مدح الحبيب. هذا كتاب نفيس جدا، هذا ديوان والده الشيخ عيسى البيانوني الذي كان يلقب بالمحمدي، كان قلبه يعتلج بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد بابنه شهادة ويقول: إن ولدي الصالح أحمد كثير الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول: كم رأيناكم مناما في ليالينا القدامى، في جمال وابتسام فعشقنا الابتسامة، لو نتمنى لو قضينا هذه الدنيا مناما، كي نراكم في ليال فنقضيها هياما، يا أحبابا بقلب لم نطق عنكم فطاما، قربونا واصلونا قد عهدناكم كراما، إن صبا هام فيكم حاش يوما أن يضاما، أيها الحساد كفوا فإلاما وعلاما، أنا صب مستهام لا تلوموا المستهام، إن عذالي رموني أوسع العرض سهاما، ليتهم رقوا لحالي فحرام أن ألاما، يا نسيمات رقاقا نظمت وجدي نظاما، بلغي أحباب قلبي دائما مني السلاما. وهكذا كل أشعاره، لو قضينا ليلة كاملة في أشعاره الجميلة الرائعة جدا ترون الحب ينبض فيها نبضا، ولولا طول الوقت لا ذكرت لكم بعض تلك الأشعار، المعذر على الإطالة. وجزاكم الله خيرا، وشكرا للأستاذ نصر عبد المجيد، وشكرا للأستاذ فادي على هذه الأنسية اللطيفة الجميلة التي نقلتنا إلى عام 1966 وإلى السبعينات وإلى شيخ من أعظم الشيوخ ومن أجملهم وأقربهم هديا ونسكا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، حركتم قلوبنا ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. أخت إحدى الأخوات تقول: لو تعيد لنا بداية الشعر الذي بدأت به، ما هو أول طيب. أول ما الكلام بدأت طيب بشعر. طيب سأعيدها والله جميلة جدا، هذه قصيدة طويلة والله ورائعة جدا، عنوانها أحن إلى الربوع، وهي موجودة في هذا الكتاب أحكام العبادات. أحن إلى الربوع هذه عنوانها، يقول: معاني الحب يجلوها نشيدي، وتجري سابحات في وريدي، وما أهوى الغواني فاتنات، ولا أقضي الزمان بوصف غيدي. الغيد يعني النساء الغيداء اللي طويلة العنق، ما أقضي زماني بوصف غزل بوصف الغيد، ولكن حب طه خير هاد قد امتلك القوافي من قصيدي، فإن أمدح علاه في قريض أردد صادق الحب الأكيد، فإن الحب أصدقه مقالا إذا أدى إلى نهج سديدي، رسول الله يا خير البرايا وهاديها إلى الشرع المجيد، أحن إلى ربوع أنت فيها حنين الثاكلات إلى الفقيد، وأنشق حين أنعم في رباها عبير المسك من ذاك الصعيد، وأنعم حين أرتع في حماها بنعم القرب والعيش السعيد، وأنظم حين أذكرها عقودا فيأتي الشعر في ثوب جديد، وأشعر حين أمدح فضل طه بأن اليوم أشعر من لبيدي، وتنتظم القوافي بانسجام وتحكي لامع الدر النضيد، وهذا الحب أورثني كمالا هديت به إلى نهج رشيدي، فيا رب العباد أدم رشادي بصدق الحب والسير الحميدي، وأنعم يا إلهي بالأماني فأنت الرب أرأف بالعبيد، فكم بلغتني الآمال جودا وكم طوقت بالإحسان جيدي. ما شاء الله. صلاة الله مع أزكى سلام على المختار ذي الشرف التليدي، مع الصحب الكرام وتابعيهم وكل مجاهد شهم شهيدي. هذه الأبيات يعني قرأتها على زوجة الشيخ وهي سمعتها منه مباشرة، فلكم أن تروها عني بالسند. ويا حبذا أن يكون شيخنا الشيخ عبد المجيد أيضا يعني إن كان سمعها، وأجزم أنه سمعها من 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 شيخه، أن يجيزنا بها أيضا سماعا مباشرة عن الشيخ أحمد البيانوني، فيعتبر قراءتي هذه قراءة على الشيخ عبد المجيد أيضا. ما شاء الله. تفضل سيدي الدكتور عبد المجيد. سيدي تفضل يا سيدي. الله يبارك فيكم. هذه القصيدة المباركة الجميلة هي من أوائل ما نظم شيخنا رحمه الله تعالى، وأذكر تماما يوم نظمها يعني والمكان الذي ألقاها فيه، وكيف كان فرحه بتوفيق الله تبارك وتعالى له في نظمها. شيخنا رحمه الله
ما كان الحقيقة ينظم الشعر، لكن سبحان الله عندما أدخل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وبينه وبين الشيخ مودة شديدة وحب شديد وأخوة عالية جدا كما ذكر أخونا الشيخ يحيى بارك الله فيه، الشيخ رحمه الله تأثر كثيرا، وكان هناك سلم من العلماء جزاهم الله خيرا ورحمهم الله جميعا اجتمعوا وكتبوا يعني رسالة وأرسلوا برقية يستنكرون استنكارا شديدا على اعتقال الشيخ الفتاح رحمه الله، ويطالبون الدولة أن يعني تفرج عنه، ولكن للأسف ما استجابت الدولة في ذلك الوقت، وكان ما كان يعني في تأخر في اعتقال الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله صار عنده حالة هيك من يعني التأثر النفسي الشديد والحزن الشديد، وخاصة قلنا أنه بينه وبين الشيخ عبد الفتاح يعني قوة علاقة وثيقة وأخوة في الله، حتى قرأوا كتب مع بعضهم البعض. أنا رأيت بنفسي يعني كتاباتهم على يعني حواشيها الشيخ أحمد والشيخ عبد الفتاح رحمه الله. فسبحان الله نتيجة هيك هالشعور والحزن العميق يعني توجه يعني ربنا سبحانه وتعالى بالفتح على شيخنا بكتابة الشعر. فكان أول قصيدة فيما أعلم نظمها الشيخ هي هذه القصيدة، وقرأها علينا واستمعناها، وبعد ذلك أنشدها المنشدون وتغنى بها المحبون في يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حتى سمعتها منه عدة مرات وأجيزكم بها. الله أكبر ما شاء الله. هذه هديتكم، هذه هدية جميلة جدا يعني في هذه الليلة. هذه هدية نادرة يعني ليس ممن يفتح باب الإجازات، ولكن هذه جميلة جدا بسند عالي يعني. الله يبارك فيكم ويسلمكم جميعا. الله يلحقنا بالصالحين ويزيدنا حب لهم، لا إن شاء الله لهم شفاعة عند الله عز وجل، نرجو من الله أن نلتقي بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين يا رب. آمين. أكرمكم الله يا سيدي. سيدي هذه القصيدة هل هي موجودة يعني على الشابكة إذا أراد الإخوة أن يحصلوا عليها؟ والله نعم نعم موجودة موجودة موجودة، وسأرسل لك الآن الملف كتاب العبادات موجودة. أيوة مجموعة العبادات موجود كله على الشابكة موجود. الآن سأرسل لك شيخ فادي، الآن سأرسل في آخر في آخر الكتاب أشعار الشيخ رحمه الله المنتقى في الحب النبوي وفي الحنين إلى الديار المقدسة وهكذا. جزاكم الله خيرا شيخنا. فضيلة الدكتور يحيى ذكر أنه عندما اعتقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذكر أحد الطلاب أنه قال للشيخ أحمد، قال له أنه أصبحنا كالأيتام. وحقيقة الشعب كثير من شبابنا السوري الآن أصبحوا كالأيتام لأنهم ابتعدوا عن علمائهم. فبما توجهون الشباب، بما تنصحونهم؟ المسافات يعني صارت كبيرة جدا بينهم وبين علمائهم وبين مشايخهم، يعني وسائل التواصل منها الفاسد ومنها الصالح تختطف الشباب، فما هو دور العلماء؟ كيف يعني يضبط الشباب ويكونوا مع الشباب؟ الله يبارك فيكم. الله يحفظكم يا أخي الكريم. أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي. الصدق صدق الشاب في الطلب وفي الحرص على رضاء الله عز وجل يهديه إلى أن يصل إلى العلماء الصالحين الذين ينتفع بهم وبأنفاسهم وبمجالستهم. أعداء الله عز وجل الآن يتفننون في وضع الحواجز والحجب بين شبابنا وبين العلماء، ولكن الشاب الذي أراد الله له الخير وأراد لنفسه أيضا الخير هو الذي يبحث فيرى بإذن الله عز وجل. ولن تخلو، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، لن تخلو الأرض إطلاقا من علماء عاملين صالحين أئمة مهديين يعني يرجع إليهم الناس، لأن الله تبارك وتعالى كتب لهذا الدين الخلود. فالله عز وجل لا يمكن أن يحرم هذه الأمة من هذا العطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر بأنه لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال هذا الأمر حتى قيام الساعة، ولكن المؤمن عندما يصدق مع الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يبلغه. عندما يكون صدقنا كما يقول بعض الدعاة الإمام أبو الأعلى المودودي، يقول عندما نكون
صادقين في الغير على الإسلام، مثل صدق الإنسان عندما يرى ولده يكاد يموت من المرض فماذا يفعل؟ تراه لا يمكن أن يطيب له نوم ولا راحة، ولا يمكن إذا قالت له زوجته ولدك يكاد يموت إلا لا خليني الآن نام وبعد الصبح نأخذه للمستشفى، هذا شيء مستحيل. فعندما تبلغ غيرة الإنسان على دين الله عز وجل وعلى نفسه مثل هذه الغيرة على أطفالنا وعلى يعني من يلوذ بنا، فعند ذلك الله عز وجل يهدينا، والذين اهتدوا زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. يا أخواننا الكرام، والله أنا أعتقد اعتقاد جازم بما أكرمنا الله عز وجل من صحبة هؤلاء المشايخ والالتزام عندهم، والله أعتقد اعتقاد جازم أن أهم ما يبذل الإنسان من جهد ومن نشاط هو أن يصل إلى هؤلاء العلماء، يصل إلى عالم تقي صالح ملتزم بدين الله، ويكون أيضا واعي في الأخذ عنه، لأن الزمان زمن فتن، بعض الناس يعني والعياذ بالله يفتتنون عن دينهم ولو كانوا بصورة علماء أو طلاب علم أو مشايخ، ولكن مع ذلك الأرض لا تخلو والمجتمعات لا تخلو بإذن الله من علماء عاملين وأئمة مصلحين وهداة ناصحين، هذا أمر لا يمكن أن يعني تخلو منه الأرض، ولكن نحن ينقصنا الصدق في طلبهم. إذا صدقنا نصل بإذن الله عز وجل، وإذا صدقنا بإذن الله تبارك وتعالى الله عز وجل يهدينا ويوصلنا إلى هؤلاء، وهذا أمر أعتقد ضرورة ملحة في حياة كل شاب حتى ينشأ نشأة سوية، وحتى يختصر له الطريق، يختصر له الطريق بصحبة العلماء وجلسة واحدة. والله أنا قلت وبدأت في حديثي هذه الكلمة أنه أنا يعني الله عز وجل أكرمني أنه 10 سنوات، والله عندما الآن أفكر فيها وبدقائقها أشعر كأنها 30 سنة. لماذا؟ لأن عطاء هؤلاء مبارك، ولأن أنفاسهم الطيبة، توجيههم، مواقفهم، والله هذه تكتب بماء الذهب، ولا يمكن أن يحصل عليها الإنسان من خلال الكتب، كتب فيها خير كثير، ولكن صحبة علماء لا مثيل له. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما شاء الله أطلتم في الكلام عن دعوة الشيخ وعن همته في الدعوة وعن تدرجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أذكره أن كثير من المشايخ كان ومن من علمائنا كان من منهجهم الخروج في سبيل الله، ما يقوم به الآن إخواننا في جماعة الدعوة والتبليغ الخروج في سبيل الله. وأنتم سيدي كتبتم في منهج الشيخ عبد الكريم الرفاعي، أظن أنه الشيخ عبد الكريم والشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى كان من منهجهم الخروج إلى درعا وإلى قرى درعا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ هل كان من منهجه أيضا الخروج أم كان ينشط في الأماكن التي هو فيها؟ والله الشيخ يعني حتما يعني هذا المنهج كان يثني عليه، وكان يعني يعجب بجماعة التبليغ ويثني عليهم خيرا، لأنهم يقومون بدور عظيم في الدعوة وفي تبليغ الناس. ولكن الشيخ رحمه الله يعني أكثر الفترة التي يعني عايشناه فيها كان يعني عمله يعني منصرف فيه إلى الشباب وإلى المناهج التي يضعها للشباب والبرامج التي يضعها، ومن جملتها ومن أهمها قضية يعني المخيمات التربوية التي تقام للإخوة والرحلات التي كل مشايخنا أدركناها في بلاد الشام يعني يهتمون بها، لكن رحلات الشيخ رحمه الله التي كان يجعلها للشباب على اختلاف أعمارهم، هذه الرحلات تعتبر يعني مميزة جدا، تعتبر يعني مخيمات تربوية يعني مكثف فيها البرامج تكثيف يعني كبير، 24 ساعة كلها يعني مرتب فيها ترتيب النوم إلى الطعام إلى الخروج إلى يعني البرامج التربوية الثقافية كذا، بطريقة جدا يعني نافعة وبنفس الوقت يعني مشدود إليها الشباب شد ما له مثيل. حتى والله بعض أخواننا الذين شاركوا من كبار سن بعض الشيء والذين ذهبوا الحج مرات عديدة كانوا يقولون والله نجد فيها من اللذة والخشوع أكثر من اللذة والخشوع التي نجدها في الحج. صور لماذا؟ لأنها خلوة مع الله تبارك وتعالى. وكم والله أذكر أنه في الليل في قيام الليل وحيث يعني السماء صافية والنجوم متلألئة نسمع بكاء من يبكي في الدعاء في السجود وفي الدعاء الخاص وهكذا، وكانت هناك عبادات جماعية من الصلاة وتلاوة القرآن الكريم بمجالس يعني عامة، وأيضا يعني برامج منوعة جدا جدا يخرج الأخ فيها بإذن الله بشحنة إيمانية وتربوية رائعة. عدا عن ذلك
التدريب على يعني الخشونة في الحياة، في النوم، في الاستيقاظ، في الطعام، هذه كل أمور ملحوظة أيضا. فكان الشيخ رحمه الله اهتمامه بهذا الجانب لا شك اهتمام كبير، وكان يجدها يراها ليست يعني رحلات ترفيهية، فيها ترفيه ولكنها ليست ترفيهية، وإنما هي تعتبر في عبادة، يقول الشباب أنتم في عبادة، ويكتب لهم رسائل في ذلك قوية مهمة تقرأ على الشباب دائما. رسالة قوية منكم للإخوة القائمين على المعاهد القرآنية خاصة في الشمال السوري، وهو يعني يلحظ أو نلاحظ نهضة قرآنية كبيرة ولكن نوعا ما تقتصر على المساجد، فهذه رسالة منكم إلى الإخوة القائمين لو يهتموا بالشباب في هذا الجانب ويكثفوا. أو الدكتور يحيى أيضا يحب، وهو ما شاء الله يعني عمله في الجانب القرآني منذ زمن طويل، أيضا لو يعني يطفي إضاءة على ما ذكر الدكتور عبد المجيد من الدعوة إلى الله والعمل مع الشباب، ويعني كيفية تربية وتنمية الشباب، لا سيما كما قلت أن الاهتمام ينصب فقط في المسجد وعلى حفظ وتحفيظ القرآن فقط. يعني في الغالب هناك من يهتم بالجوانب التربوية، بالأنشطة، بالكشافة، ولكن هذا قليل، هذا العدد قليل جدا. فضل سيدنا الدكتور يحيى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يعني مما لاحظته من خلال تتبعي لمنهجية الشيخ أحمد أنه لم يكن مركزا كثيرا على حفظ القرآن الكريم أو على تخريج حفاظ للقرآن الكريم، بينما كان تركيزه على الجانب التدبري وعلى الجانب التربوي وعلى الجانب الأخلاقي للقرآن الكريم، وهذا كان يعني شيئا بارزا واضحا في تربيته. ولذلك كما تفضل الشيخ عبد المجيد أنه كان يوصي بالتواصل مع القرآن الكريم يوميا ولو 3 صفحات على الأقل، يعني أقل شيء 3 صفحات على القرآن، تدبر للقرآن الكريم. وطبعا هذا لا يقلل من شأن الاهتمام بالحفظ، فلو أدخلنا الآن إلى منهجية طلاب الحلقات أن نلزمهم ب3 صفحات للتدبر، والله هذا يكون شيئا جميلا جدا. كل مدرس يطالب الطلاب يقول له أريدك أن تتدبر 3 صفحات كل يوم وتستخرج لي ماذا رأيت فيها، سنجد أن القرآن عجيبا وعظيما، وأن كل آياته تنبض بالجدة وتنبض بالتجديد للحياة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سيدي. في نهاية هذا اللقاء نسمع نصف دقيقة من الدكتور عبد المجيد ونصف دقيقة منكم، وبه نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل سيدي الدكتور عبد المجيد. يعني آخر ما يعني أوصي به إخواني والحاضرين ومن يسمع إن شاء الله هذا اللقاء وما حدا ما كان فيه من كلام ومدارسة في هذا الموضوع، إنه يا أخواننا العمل هو الذي ينفعنا عند الله عز وجل. ولذلك كان من أركان الدعوة عند شيخنا رحمه الله العلم والعمل، العلم والإيمان والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. والآن ينقصنا الكثير من قضية التوجه إلى العمل. العمل هو الذي يتجلى في أخلاق الفرد، أخلاق المرأة مع زوجها، مع أولادها، أخلاق الرجل مع زوجه، مع أولاده، مع إخوانه، مع والديه، مع جيرانه، مع من يتعامل معهم. هذا العمل هو الذي يترجم لنا أعمال الإسلام وأحكام الإسلام في صورة عملية. دين الله عز وجل دين محبوب ودين كله محاسن، ولكن هذه المحاسن للأسف مطموسة في حياة كثير من المسلمين ومغيبة لأنهم بعيدون عن العمل بها وعن إبرازها في علاقاتهم وفي سلوكهم. فلذلك يا أخواننا هذه المدارسات التي تكون عن مشايخنا الكرام رحمهم الله تعالى وبارك في حياة الأحياء منهم، إنما المراد من ورائها أن تنهض هممهم للعمل والدعوة إلى الله عز وجل، وإلى أن يكونوا إن شاء الله صورة حية عن هذا الدين في حياتهم وفي مجتمعاتهم. الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا. كتابكم رسالة المسجد، هل هو متوفر هذا الكتاب؟
والله غير متوفر، يعني أنا يعني جاءني حث كثير من إخواننا على طباعته، يحتاج إلى تفرغ بعض الشيء لي يعني بعض التعديلات أو إعادة النظر فيه، ونسأل الله البركة في الوقت حتى نستطيع أن ننشره. يعني أنا نشرت يعني كتابين من الكتب التي نشرتها هي مختصرة أو مجتزأة من رسالة من حديث عن شيخنا رحمه الله في رسالتي عن المسجد في سوريا، اللي هو يعني كتاب مواقف تربوية وأساليب دعوية من حياة شيخنا رحمه الله، وكتاب الآخر الذي طبعته دار القلم وهو علماء ومفكرون لمحات من حياتهم وتعريف مؤلفاتهم. لكن يعني الأمر الدراسة بحد ذاتها الأصلية تحتاج إلى بعض يعني مراجعة حتى تنشر، نسأل الله أن يوفق لذلك. أعانكم الله سيدي، الله يبارك فيكم. فضيلة الدكتور يحيى تفضلوا سيدي، نصف دقيقة. طيب بارك الله فيكم، أنا سأختم بأيضا قصيدة هكذا من قصائد الشيخ، يعني جميلة جدا ومؤثرة عندي. يقول فيها: يا حب أنت بغيتي، فاشفي حبيبي غلتي، من بعدكم أشكو الجوى تسكب دمعا مقلتي، كم أسهر الليل أسا بالشوق أقضي ليلتي، فقري إليكم غنا وعزتي في ذلتي، من وصلكم لا أرتوي، أنتم شفاء علتي، لما عشقت حسنكم أدركت أسمى خصلتي، أحببتكم ليلهنا طابت بحبي جولتي، حططت رحلي عندكم بعد اللتيا والتي، إني نزلت حيكم آلت إليكم رحلتي، هذا وقد جعلتكم إلى الممات قبلتي، وكلما ذكرتكم أعيد فيكم قولتي، سنتكم طريقتي والحب فيكم ملتي، إذا ادعيت حبكم تطغى علي خجلتي، لأن حب مثلكم تقصر عنه حيلتي، زادي قليل من تقن أخشى الجزى بقلتي، وإنني في وجل ألقي إليكم حملتي، يا رب أرجو رحمة توقظني من غفلتي، يا رب أصلح عملي وأجلي في مهلتي، وألهم القلب التقى واجعله زاد نقلتي، وعاملا برحمة إذا ذنوبي جلتي، وصلي ربي دائما على طبيب العلة، من جاءنا بشرعة إلى المعالي دلتي، والآل والأصحاب ما أملاك ربي صلتي، أو أشرق الشمس الضحى من الربا أولتي، ومن النجوم في الدجى على الورى أطلتي، هم الجحاجيح الأولى ذو الهدى والصولة، بهم تسامى للعلا كانوا أسمى دولتي. وأشعاره كلها جميلة جدا، تنبض يعني كأنه ينظم من قلبه وبنبضات قلبه، فجزاكم الله خيرا. خير الله الأنفاس. الدكتور يحيى يعني يسابق الزمن، يريد أن يعني يعطي الإخوة من هذا المعين الطيب المبارك، ما شاء الله. الله يجزيكم خير يا سيدي، أكرمكم الله، يطيب الله يكرمكم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر كل من الشيخين الفاضلين المربيين، فضيلة الدكتور عبد المجيد البيانوني وفضيلة الدكتور يحيى الغوثاني، جزاهم الله عز وجل كل خير. نذكركم أيها الإخوة الكرام أن هذا اللقاء مجالس الصفا والوفا هو في الخميس الأول من كل شهر هجري، ولكن نحن كان عندنا رمضان، فرمضان لا يتسع لغيره، كانت العبادة والطاعة في رمضان أجلنا إلى النصف من شوال، وفي الخميس الأول من شهر ذي القعدة سيكون معنا عندنا لقاء مع ويترجم لعالم كبير ذكر اسمه اليوم، عالم محدث فاضل عظيم له أثر على الشام وعلى بلاد الشام وعلى العالم الإسلامي إن شاء الله، فكونوا معنا في الخميس الأول من الشهر الهجري القادم، نلقاكم وأنتم في أحسن حال. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجزاكم الله خيرا. الله خيرا وبارك الله بحياتكم يا سيدي، أكرمتمونا، الله يجزيك خير فيكم.